ديانا جروب تيك اب. نقدم لكم نفسي يونس الملقب بيرلو، حمزة غوبيو، عمر داكريب، مراد مورو، سليمة ليونا، أنس أتيك، مهدي كوتشي. بعد المناسبة كنبغيو نوجهو واحد الرسالة لجميع الناس اللي كيهتموا بهاد الدومين ديال الإلكترو، وبيان الناس اللي كيعجبهم أنه الإلكترو ماشي شي حاجة خايبة بهم، وأنها شي حاجة دي بيان. زعما ماشي اللي يشوف الإلكترو يقول هادو لا راه ما كيحتارموش، ولا بالعكس حنا دراري زوينين هما كنشوفو فيهم دراري كيجمعنا الرقص على الموسيقى الإلكترونية. فوالا نخليك الكلمة لحمزة. كاين شي واحد كيفكر أن أسلحة اللي كنشطحو أن شي كي كيدير واحد النحو خايب، ولكن على العكس فهمتي بنادم عنده فكرة خاطئة على هذا أن الشطيح كيساعدنا على تخطاو بزاف د الحوايج كنا ما نتلاحوش لا دروك كومسا شي حاجة بحال هكا. كيف خاص بنادم ياخذ عليه فكرة زوينة ويبقى يحتارمنا، حيت كيما حنا كنحتارمو لي ستيل الآخرين خاص بنادم يحتارمنا، ماشي غير يكون الباس ديالنا الشعر ديالنا. ما بقاتش في هادشي، بقات في المظهر، بقات في الداخل، بنادم شنو عنده الداخل. بهذه المناسبة واش الجروب ديالكم عندكم بلوك ديالكم؟ فعلا عندنا واحد البلوك في الانترنت اللي كيحرص عليه هو يونس، وقدروا تفيزيتيوه tech-app-tm، ميل او ديال تيك بالتخوار تكتبوها فوفي الفيزيتي. سي توت ان ترافاي ديال يونس، كنشكرو ديما على الحرص ديالو على داك البلوك. بالمناسبه البلوك ديالنا هو اللي جاب لنا هذه الفرصه باننا نقدموا المهارات ديالنا قدام انسان، قدام جمهور عريق ديال مدينه الدار البيضاء، وقدموا هذه المهارات ديالنا في اول ايفينمون مختص بلي بلوغ في المغرب.